هيم. على كل حال السي بن سعيد الله يرحمه الله يغفر ليه، على كل حال بن سعيد اللي تيسمع ليه وما عاشرو على القرب لا يمكن باش يعرف بن سعيد شنو هو بن سعيد، لا يمكن. بن سعيد اللي قرب ليه تيعرف فيه واحد العداد الامور اللي ما كاينين فقليله تلقاهم عند شي واحد اخر. بن سعيد ملي جا في 84 وشاركنا معه في الانتخابات حتى طلع برلماني، هو بدات العلاقه بيناتنا ديال السكان. هو طلع للبرلمان وسكنا عنده في الدار البيضاء، وتنسمعوا الناس ديال في الاسواق تيقولوا الناس اخرين فين بن سعيد، صوتوا عليه راه هو ما كاينش. بقى فيا الحال شت واحد الاستاذ خرج التقاعد ديك الكبايدي الحاج اسماعيل الله يرحمه، ودرت مع التنسيق تنستقبلوا الشكايات عند الناس في الاسواق. ايوا بدينا الشكايات اللي هي مهمين، تنتصلوا مع السي بن سعيد تنصيفطوا ليه الشكايات ديال السكان. وكل قبيله الا كاين شي مناسبه في المدرسه في المدارس العتيقه ولا ديال الموسم تيبغيو بن سعيد تيقول له خص بن سعيد يحضر، تندير ليه التليفون تيهود في المطار ديال بن سرقه وتندي السياره ديالي تنجيبو وتيحضر في جميع اللقاءات ديال مع السكان. داك الشيء اللي جعل ليه حتى عاود اربعه د المرات قول كاع خمسه، يعني كان نائب برلماني من 84 هو ترشح هنا. ومن ديك الساعه العلاقه مع السكان داكشي اللي جعل ليه باش الناس ديما يصوتوا عليه. الوقت اللي تيبغيوه السكان تنتصل معاه تيجي تيناقش معاهم المشاكل اللي عندهم وتيدافع عليهم هنا عند السلطات المحليه عند القائد ولا عند العماله او لا القضيه الى محتاجه باش يطرحها في البرلمان تيطرحها فيه. والسي بن سعيد كما قلت لك اللي ما عشرو قريب راه ما يعرفش شنو هو بن سعيد، راه بن سعيد واحد الانسان اللي تيموت على المصلحه العامه باش يتدخل على شي عند على شي واحد باش على المصلحه ديالو خاصه تيكون صعيب عليه. ما يمكن باش الا كان المصلحه العامه تيموت عليها وما يسكت عليها. ومن ديك الساعه هو تبعنا المشاكل ديال السكان بن سعيد، ومن وراء داك الشيء جا البارك، المشكل ديال البارك من واد سوس حتى لاكلو. علموا الناس باللي كل واحد يكون في الفدان ديالو باش يديروا النزع ملكي للناس من الدوار ديالنا حتى للبحر 5 كيلومتر، من تفنيت حتى لاكلو 5 كيلومتر. وبن سعيد ملي قالوا النزع ملكي انا درت اللائحه ديال السكان، كل شخص شحال عنده ديال الاولاد وشحال عنده ديال البهام وشحال عنده كذا صيفطوا ليه لالوف ديال البنات ولالوف ديال الكسب وطرحها في البرلمان في 86. وديك الساعه الدمناتي هو الوزير الفلاحه، عز الدين العراقي هو رئيس الحكومه، قال لهم هاد السكان اللي غادي ترحلوا فين غادي يمشيو، هاد الشيء لالوف ديال بنادم وكذا دايرين تراجعوا على ديك النزع ملكي وخلاو الارض قال تحرت الطبيعه اللي كانت تحرت به، وحيدنا ديك النزع ملكي اللي يكون ماشي هو والله راه الملك مشى 5 كيلومتر فين غادي يمشيو هاد الناس كما وقع لينا اليوم. كما وقع لينا اليوم بناو الناس 30 عام هذه اللي بنينا حاشيه البحر بناو فيه الناس المحلات ديالهم فين يديو ولادهم في الصيف، راه ما يمكن باش يخليو تيتدخل هو بنفسه. دابا حنا الدايره شنو كيتباها عندنا البرلمانيين فين كاينين؟ ما كاينينش، كاينين اسم ديال البرلمان وحتى البرلمانيين ديال المغرب راه فين ما كاين الظلم راه خص راه من حق السكان ديال المغرب باش المجلس النواب باش يدافعوا فين ما كاين الظلم يدافعوا عليه. سعيد تنقولوا على بن سعيد اللي يكون كاين بن سعيد، ما عنديش الباب دابا اللي غادي ندق اللي قلت لك دابا واحد النائب ديال البرلمان اللي تدق عليه ويخرج ويدافع عليك على هذا النزع ملكي سهل يكون ماشي هو. اليوم راه جا الخلا اللي يكون كاين هو ما غادي يخليه. تنشوفوا على بن سعيد قلت لك اللي ما قريب ليه راه ما يمكن باش يعرف المستوى ديال بن سعيد ولا الانسانيه ديال بن سعيد، ما كاين شي واحد اللي ما قرب ليه باش يعرفوا، ما في الغيره ديال الحسد ديال حتى شي واحد. لا لا ولا غادر يعني لا من القرايه ديالو مشى للتيزني تيقرا في سيدي بوعبد اللي والمختار السوسي ملي داير الزياره لديك المدرسه عين فيها شي ربعه الطلبه ديك الساعه اللي مشى لمراكش هو تيحكي قال لي كون بقيت هنا ما نعرف الراديو ما نعرف اشنا هو السياسه
الطلبه ديال المختار السوسي فاش خرجوا المقاومه. شنو السن فاش غادر ربما المنطقه يعني؟ خمسينات يعني تقريبا 50 52 نفوا يعني غادر ملي تيقرا في المدرسه العتيقه ديال القبيله سي محمد الشاوي ومشى لبوعبدلي. جا المختار السوسي ديك الساعه تيمشي للمدارس العتيقه عين فيه ربعه وداهم تيقراو ديك الساعه في الزاويه ديال الفقراء حيت با الشيخ ديال الطريقه ديال الدرقاوه المختار السوسي وقرا تما ديك الساعه هو تيقول هكا قال ما نعرف الراديو ما نعرف السياسه. ملي مشيت لمراكش تيتلقاو الدراري تيكتبوا في الحيوط ضد فرنسا ضد القلاوي وضد فرنسا ونفاوه. واحد من الناس اللي نفاو تما واحد من الطلبه نفاه وجا عند الباه هنا الدار ديال الباه وتيمشي عند واحد السيد داير تما الساكه ديك الساعه هرب من يتباها هو بحال الا قلتي جاسوس ديال فرنسا هرب من تما وداير الساكه هنا والسي محمد بالنهار تيضل عنده باش يشهد عليه باللي راه ما تيمشي فين. في الليل تيدير السي محمد اللقاءات مع السكان مع القبيله تيمشي حتى المساء في الليل تيدير الاجتماعات مع الناس ديال المقاومه ديك الساعه اللي فيهم اللي عارفين الروح ديال السياسه تيزرع فيهم باللي محمد الخامس نفاوه خص باش ندافعوا باش نحيدوا فرنسا في المنطقه. قلت لك السي محمد راه ما جالس هو من 52 اللي نفاوه تما من مراكش لهنا راه جابوا المخزني بالعود ديالو جا على رجلو حتى سلموا لقليم تارودنت قليم تارودنت سلموه للدوار ديالو عند باه وديك با ديك الساعه كاين هو ملي ضرب واحد السيد في طالبرج لواحد الخليفه مشى اللي فني والعلاقه ديال باه مع السكان حيت باه بيع وشاري تيبيع البهيم وتيشريهم في طبع عمران تيديهم للغرب وتيجيب اللي محتاجين في الصحراء من الغرب تيديه ثاني لتما. وبن سعيد زايتي الدر راه معروف في الصحراء كامله وملي تنفى هنا مشى لفني عطاوه الدار حيت عرفوا باللي ولد بن سعيد وديك الدار كاع اللاجئين اللي تيهربوا هنا تيستقر عنده تما وتيجمع عليهم المعاون اللي داك الماكله ديالهم وداك الشيء اللي تيخصهم في ديك الدار. ملي مشاو ثاني اللاجئين للجزائر هو اللي مكلف بهم ثاني في الجزائر اللي تيحكي السي محمد. السي محمد الله يرحمه راه المكانه ديالو خاويه عندنا هنا. يعني كيفاش استقبلتي الوفاه ديالو اليوم يعني ربما؟ حزنت حيت بن سعيد راه بحال با كبر منه بخمس سنين با انا وصح با في 52 تيبني با جا من فرنسا صح في الليل ديما تيجي تيديروا الاجتماعات في الدار عندنا حدا الجامع. بن سعيد انا تنقول واخا حزنا بقى فينا الحال حيت شحال هذه في الفراش ما تيخرج حتى التليفون ما تواصلت معاه على الطريق الساحلي واحد صاحبه من اللاجئين اللي مشاو لفرنسا من واحد من المقاومه مشى عنده تيعالج العينين وصيتو ملي مشى عنده للدار دوزو ليا هدويت معاه. اما مرتو ولا ولدو ما تيحضروش تندير التليفون تتصوني بديت ليه بزاف بديت ليه شويه شي 6 شهور ولا 5 شهور هذه تقريبا واني الاخبار ديالو عند الساحلي ديما تنشدو. والسي عمر خو كاين خو في الدار البيضاء اتصلت معه الصباح قلت له الله يرحمه بن سعيد الله يرحمه. على كل حال انا تنحسبه بحال الا ما مات حيت الاعمال ديالو اللي خلى يعني كتبقى خالده فيها حيت ما كاين البديل يمكن يكونوا ولكن ما عرفتهمش بحالو. شوف خوه الله يرحمه مات عنده ولده عنده الاجازه بقى فيه لاعب شكا عليا خوه قال لي شوف ولدي ما دبر لي في البلاصه شوف اش قال لي بن سعيد. قلت لي عاودت لي واحد النهار داري في اكادير وقلت لي اش قال ابراهيم قال ما دبرتي لولده قال لي ماشي غير ولده اللي ما خدام كلشي ولاد المغاربه ما خدامينش يعني ما كانش كاين شي واحد اللي يمكن باش يقول لك هكا غادي يدافع على ولاده ويدافع على خوته وبنات خواته وكذا هو ما يعرف عنده الفرق بين خوه ولا صاحبه ولا واحد من ديك الجي تيعرف هكا ولا شي واحد باش شي واحد مثلا يشوف فيه ما مزيانش ولا شي حاجه يعاشرو ما يمكن يعاشرو. ثانيا تديه للدار دير جوج بيضات في الطاجين تحطهم ياكل معاك ماشي تيفتخر اش هاد الشيء حطيتي ليا ولا شنو ياكل الخبز. مشينا للمؤتمر الاول والثاني مشينا لواحد البلاصه الاجتماع شي حتى الربعه
جايبين الكميره دايرين فيها الكفته وبعض دايرين فيه السرديل والقرعه ديال المناضه. ملي خرجنا للاستراحه نديرو الكاسكروت هز الكميره ديالو والقرعه ديال المناضه، مشيت عنده قلت له السي محمد انت امين العام ديال الحزب واش بحالك بحال؟ قال لي راه كيف قال راه ما كان الفرق. والمؤتمر الاخر الاول مشينا ناكلو داير السيرفيس مع الناس وكان الشمس داير المشوار فوق راسو. قلت لي امين العام واش ديتي معنا النوبه؟ يكون شي امين العام ديال شي حزب اخر غادي يحلوه من وراء اللي الصوره غادي يحلوا ليه باش يدخل، وانت شديتي معنا؟ قال اشكون اش نقول انا؟ ملي دخل هز البلاطو ديالو دا الكوزينه عطاوه ما ياكل ودا الطبله، ملي كلا هز البلاطو ودا البلاصه فين طيران ديه وغسل يدو خرج. ما كان جيب المغسل هذا من العام ولا كذا. بن سعيد المثل ديالو ما كاينش. البرلماني دابا الناس تيعطيو الاصوات ديالهم الناس اللي ما تيستحقهمش، حيت برلماني اللي ما يقدر يدافع على المواطنين، اللي ما يقدر يدافع على السكان، ما خص الناس يصوتوا لهم، ما خص الناس يصوت. هذه المسؤوليه. اي برلماني دابا صوتوا له الناس وتخلى عليهم ما دافع عليهم راه تيتحمل المسؤوليه امام الله. نطلبنا الله باش يديروا في الجنه، وتنطلب انا يكونوا بحالو، يكونوا فيهم السعر ديال المساكين وديال الحق.